طيب انت تاخذ اجور؟ اي ليش ما اخذ اجور؟ شلون؟ الرقم اللي تاخذه مو الا ينقال الرقم اللي اخذه. طيب اذا نخلي تسعيره لا بدون تسعيره لا للمهاويل بس احب انه اخذ وانطي وياك من اليوم الاعلى اجر بالمهاويل. والله انا ما اقول لك فلان على اجر بس هم ثلاثه اربعه على اجر بالعراق. انت من ضمنهم؟ هسه اسال ربعي. لا انت من ضمن، انا اسالك انت. اسال ربعي. انت الاعلى بيهم لو الادنى؟ انا قلت اربعه ثلاثه. اي الاربعه ثلاثه، الاربعه ثلاثه انت الاعلى اجور. لا هو خب لو الادنى المهرجانات اكو مهرجان انا بالنسبه لي اروح لطبيعي بلي اجور. ها اي واكو مهرجان لا اخذ بي. فمختلفه المهرجان. اما بالاعلى ثلاثه اربعه ما يتعدون. ها نعم. وانت من ضمنهم هسه مو اي بس بدي اعرف انت من ضمن الاربعه ثلاثه ولا لا؟ يعني سأل ربعي ما اعرف. معناها انت من ضمنهم هسه انت هذا انت ليش انا من ضمنهم؟ ها انا من ضمنهم. اي انت قول انا من ضمنهم. اي خلاص واحنا نعرف انه انت من ضمنهم يعني من الناس اللي اسعاركم مرتفعه اليوم. لا خب احنا مرتفعين شاعريه اكثر من هاي منتين منها ايه؟ على جانب، ولكن انا جاي نحكي على الاجور حتى لا تودي لي اياها بجهه ثانيه استاذ فايز. فالسعر هو قلت لك يعني انا بالنسبه لي مو اهتمامي كلش بالسعر. امان الله احكي لك اكو مهرجانات اروح لها على حساب انت بس للضروره احكام. انت طيب الله يسلمك. انت طيب واني مجربك ايدي مكان حاضر. انا مجربك بمواقف كثيرة. عد عينك والله والنعم والله منك. اللي مجربني بيهن صغار والكبار خادمك فدوة الله يا طيب انت يديمك.